أشكر من كان سببا في هذه الأمسية الطيبة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون التلاوة التي تلوناها في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه خير وصلاح لهذه البلاد والعباد، وجزاكم الله كل خير. بالنسبة للنصيحة لي، نصيحة أبدأ بنفسي وأوجهها للشباب قاطبة، عليكم بالقرآن، عليكم بالقرآن، عليكم بالقرآن. يعني اختاروا أصدقاء أو صحبة تكون قرآنية بامتياز. نعرف يعني الوقت اللي رانا فيه وقت صعيب، والشارع هذا لا يرحم، فالقرآن هو مربي، وعليكم بالمدارس القرآنية خاصة في الفترة في العطلة الصيف هذه. يعني نستغلوا هذه 3 شهور على الأقل 15 حزب أو 20 حزب الإنسان يحفظها، تكون له يعني ذخر له ولوالديه، والعام الثاني 30، العام اللي بعده عامي 3 سنين يختم القرآن بإذن الله. بالنسبة للأفاق، يعني إن شاء الله نكونوا قراء عالميين ومجازين، في يعني أفاق كثيرة يعني لا يسع أن نذكرها كلها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ لكل امرئ ما نوى، وأن هبل الناس كامل عندها نيات وعندها مطالب وعندها أمل في الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يبلغ كل ذي مطلب مطلبه، وأن يرزقنا وإياكم أهم شيء الإخلاص والقبول، فبدون إخلاص الأعمال هباء. الله يبارك فيكم ويحفظكم. ما يشوف كاين مقولة رامي يعني نسمع فيها بزاف، يقولوا إذا قريت في المدرسة يعني القرآن ضاع لك، وما تقدرش توفق ما بين المدرسة والقرآن، ولما تدخل المدرسة يقولوا يحبس القراية تاع القرآن. هذا خطأ. القضية التنظيم فقط، نظم وقتك فقط، مثلا من بعد صلاة الصبح إلى الساعة 7:30 مثلا المدرسة قرآنية، بعدها تروح تقرأ المساء، وبعد مثلا المغرب ثاني عندك ساعة ولا ساعتين تقرأ. التزم بهذا الروتين خلاص يجيك سهل، لكن إذا بديت تقول لا وهذه ما نقدرش تجيك صعيبة. وقبل كل شيء دعاء لله سبحانه وتعالى، يعني تدعي ربي سبحانه أنه يوفقك في المسار هذا، لأن مسار حفظ القرآن يجب أن يوفقك الله سبحانه وتعالى لهذه الرحلة. ويعني نتمنى الناس إن شاء الله تكون حافظ القرآن. السلام عليكم ورحمة الله. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.